هادو دائما الشيخ رضا جاوا اليوم والمعذرين واقفة محتجين قدام وزارة العدل بسبب هذا الظلم اللي متعارضين له، ظلم قضية الشيخ رضا هذه القضية اللي ضرت الأرامل وضرت النساء المعيلات للأسر اليتامى، وهي قضية فساد تشينا وليست بمعزل عن هذه القضية اللي كانت الدولة تحاسب فيها هذا رجال الأعمال والرئيس السابق بما أنهم كانوا شركاء له في هذه القضية وكانوا يدعموه، كانوا موفرين له الحماية وكانوا يدعموه، كان هو يدعمهم عن طريق محجين في توفير السيولة وبناء المطار من فضل هذه الأرامل وهذه اليتامى اللي طلعوا فيهم النساء المعيلات للأسر الضعيفات. معناها ان ندوروا الشيخ الرضا يمثل قدام القضاء، ندوروا حقوقنا عند هذا الراجل، ندوروا العدالة تطبق، والإنصاف الضعيف.